50 degrés. Attaque intérieure, attaque extérieure. J'attaque ici. On a le 21. Chaque fois, tu veux le faire. يوم استقبلنا ست اساتذه من المركز الجامعي الاستشفائي بباتنا في اختصاصات مختلفه، سيما منها جراحه المسالك البوليه وجراحه امراض الكلى والطب الباطني، واختصاص جد هام وهو الفارماكولوجي. الرجلين جاءوا اطباء مختصين. الهدف من هذه العمليه هو تقريب الصحه من المواطن، ورانا نمهدوا باش نديروا اول زراعه اول عمليه نتاع الكلى على مستوى ولايه خنشله. التوأمه هي برنامج مسطر يدور حول عده ما يعني عده محاور، اهمها اليوم هو محور تشخيص والبرمجه لعمليه زرع الكلى. ثانيا قمنا باجراء عمليات جراحيه يعني نحط نفسنا في الجو في قاعة العمليات المستشفى حمد بن بلة، وتم إجراء ثلاث عمليات جراحية دقيقة بالمنظار لأطفال.